مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثالث من درس الوراثة عند الإنسان للسنة الثانية إعدادي. إذن في هذا الجزء الثالث من درس الوراثة عند الإنسان سوف نتناول عواقب زواج الأقارب وبعض تطبيقات الوراثة وهي الاستنساخ، وفي آخر الدرس سوف نقوم ببعض التمارين التقويمية لمساعدتكم على فهم الدرس وتطبيقاته بشكل أكبر. إذن بالنسبة لعواقب زواج الأقارب سوف نتعرف على هذا المفهوم أو على عواقب زواج الأقارب انطلاقا من تمرين مدمج. لدينا هنا الوثيقة، هذه الوثيقة رقم 1 هي شجرة النسب لعائلة بعض أفرادها مصابون بالمهق، وتمثل الوثيقة 2 صورة لأسرة زنجية لها ابن أمهق. لاحظوا معي بالنسبة للوثيقة 2، بالنسبة لمرض المهق سبق لنا أن تعرفنا عليه في الجزء الأول من الدرس، وهو أن الجسم لا يستطيع إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن لون البشرة. إذن تلاحظون معي أن هذه الأسرة جميع أفرادها لهم بشرة سوداء باستثناء هذا الطفل الحديث الذي له بشرة بيضاء وله كذلك لون وردي أو يميل إلى لون شعر يميل إلى الوردي، وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام بالنسبة لعلاقة هذا الطفل بهذه الأسرة. هذا التمرين سيكشف عن سر هذا التلون أو هذا اللون بالنسبة لهذا الطفل. إذن السؤال الأول يقول: حلل شجرة النسب آلاه واستنتج نوع السيادة بين الحليل السليم والحليل المسؤول عن المرض. إذن بالنسبة لشجرة النسب لدينا الجيل الأول الأب والأم، ثم الجيل الثاني يتكون من خمسة أفراد، الجيل الثالث يتكون كذلك من خمسة أفراد، والجيل الرابع يتكون من خمسة أفراد، بعض أفرادها مصابون بهذا المرض أو بمرض المهق. إذن هم الأفراد رقم 1، 3، و4. إذن المطلوب منا هو استنتاج نوع السيادة بين الحليل السائد والحليل الممرض، أيهما سائد وأيهما متنحي. إذن بما أن المرض لا يظهر إلا في الجيل الرابع، فنقول بأن الحليل الممرض هو حليل متنحي، بمعنى أنه لا يظهر كما رأينا سابقا إلا عندما تكون المورثة ممثلة بنسختين، بمعنى أنه كان موجودا لدى الأبوين 2 و3 ولكنه لا يظهر خارجيا. إذن الحليل السليم سائد والحليل الممرض متنحي. السؤال الثاني: حدد الحليلات التي يحملها المصابون في الجيل الرابع. نرمز للحليل السليم ب A كبيرة أو ماجيسكول، والحليل الممرض ب تيتا أو A مينيسكول. إذن بالنسبة للمطلوب هو المصابون بمعنى الفرد رقم 1 ورقم 3 ورقم 4. إذن قلنا بأن الحليل الممرض هو متنحي، وبالتالي فإن الأشخاص المصابون جميعهم لهم الحليلات A مينيسكول. إذن الأفراد المصابون في الجيل الرابع يحملون الحليلين A الممرضين. السؤال الموالي: حدد الحليلات التي يحملها الأبوان من الجيل الثالث. إذن الأبوان هم ماذا؟ هم رقم 2 ورقم 3 من الجيل الثالث. بما أن الأبوين سليمين، إذن لا يعانيان من هذا المرض، والأبناء مصابون،
إذا نعلم بأن الابن يرث نصف الذخيرة الوراثية من الأب والنصف الآخر من الأم، إذا فهذا الحالي الممرض الذي هو AA تمت إراثته من أحدهما من الأب والآخر من الأم، بينما إذا الأب والأم لهم A كبيرة والحليل عفوا حليل سليم وحليل ممرض. إذا الأب له الحليل A سليم والحليل A ممرض، نفس الشيء بالنسبة للأم. لماذا؟ لأن الأب والأم يظهران كأنهما سليمين، إذا فهما سليمان من حيث المظهر، ولكنهما يحملان المرض في الذخيرة الوراثية. السؤال الثالث، حدد صلة القرابة بين أبوي الأبناء المصابين. إذا الأبوين هما 2 و3، إذا لكي نعرف صلة القرابة، بالنسبة لرقم 2 هو ابن لرقم 2 ورقم 1 من الجيل الثاني، ورقم 3 هو ابن لرقم 5 ورقم 4 من الجيل الثاني كذلك. رقم 4 ورقم 2 من الجيل الثاني هما أخوان، إذن فاثنان وثلاثة هما أبناء العم أو أبناء عمومة، أحدهما هو ابن عمي الآخر. السؤال الموالي والأخير والذي هو موضوع هذا التمرين المدمج، ماذا تستنتج فيما يخص زواج الأقارب وخصوصا أبناء العمومة؟ إذن نلاحظ هنا بأن هذا الزواج أدى إلى ظهور 3 أفراد من بين 5، أو إلى مرض 3 أبناء من بين 5. إذن فكما أثبتت دراسات أخرى فإن زواج الأقارب يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض الوراثية التي تكون متنحية أو غير ظاهرة عند الأبوين. إذن زواج الأقارب يزيد احتمال ظهور أمراض وراثية متنحية لدى الأبوين، وبالتالي الفائدة التي نستنتجها من هذا التمرين هي أنه يجب تفادي زواج أبناء العمومة ما أمكن. ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا المحور الثالث، ألا وهو بعض التطبيقات الوراثة وهي الاستنساخ. إذن لا شك أنكم قد سمعتم باستنساخ النعجة ضلي. إذن ما هو الاستنساخ؟ الاستنساخ هو تقنية تمكن من الحصول على نسخة طبق الأصل لكائن حي دون تدخل الجنسين معا. في الاستنساخ هناك طريقتين، يا إما الطريقة الأولى هي الاستنساخ من بيضة، أو الطريقة الثانية هي الاستنساخ انطلاقا من خلية من خلايا الجسم. إذن سنبدأ بالاستنساخ انطلاقا من بيضة. لاحظوا معي هذه الوثيقة. إذن نأخذ بقرة نسميها بالبقرة المعطية، هذه البقرة نستخرج منها خلية بيضية، بمعنى بعد الإخصاب نستخرج منها البيضة، وبعد أن تكون هذه البيضة انقسمت إلى خليتين، بمعنى طور خليتين. نأخذ هاتين الخليتين نفصل بينهما، ثم نقوم بزرع الخلية الأولى داخل رحم بقرة والخلية الثانية داخل رحم بقرة أخرى. بعد مدة من الحمل نحصل على عجلين متشابهين ومن نفس الجنس، إذا كان ذكر فهما ذكران معا أو أنثيان معا. إذن نقول بأننا قمنا باستنساخ حيوان مرتين، إذن حصلنا على نسختين من نفس الكائن الحي أو من نفس الحيوان، مثل ما يحصل عند الإخوة التوائم. إذن سأعيد قراءة ما تم شرحه.
مباشرة بعد الإخصاب والانقسام الأول للبيضة يتم عزل الخليتين المحصل عليهما ووضع كل منهما داخل رحم بقرة مستقبلة، حيث تتكاثر كل خلية وتعطي جنين. إذن هنا تعطينا جنين، وبعد الولادة نحصل على إجلين متشابهين تماما مثل التوأمان الحقيقيان ويحملان نفس الصفات الوراثية. تمكن هذه التقنية من حصول أو من الحصول على عجلين بدل عجل واحد. الآن سننتقل إلى الطريقة الثانية في الاستنساخ، وهي الاستنساخ انطلاقا من خلية من خلايا الجسم. إذن هذه الوثيقة توضح لنا مراحل استنساخ النعجة ظلي. إذن هذه النعجة هي مشهورة لدى الأوساط العلمية أو لدى علماء البيولوجيا، حيث أنه تم استنساخها في الولايات المتحدة الأمريكية باعتماد هذه الطرق. أولا نأخذ أو أخذنا نعجة بيضاء، استخرجنا من هذه النعجة خلية من الثدي، خلية من ثدي النعجة البيضاء، ثم أخذنا نعجة أخرى رأسها أسود، إذن تختلف عن النعجة الأولى، استخرجنا منها بويضة. إذن بعد أن استخرجنا البويضة قمنا باستخراج نواة هذه البويضة، وبعد ذلك قمنا بدمج نواة أو الخلية الثدي النعجة الأولى في البويضة بواسطة حقل كهربائي. بعد ذلك إذن هنا نحصل على التحام البويضة بدون نواة بخلية الثدي التي أخذناها من النعجة ذات الرأس الأبيض. هذه الخلية تتعرض لعدة انقسامات أو تتكاثر فتعطينا خلايا جنينية مثل ما يحصل عند الجنين. يتم زرع هذا الجنين يتم زرعه داخل رحم نعجة أخرى مستقبلة، وبعد مدة من الحمل نحصل على ولادة النعجة الظلي التي حصلنا على ولادة نعجة ظلي سميت بظلي، وهذه النعجة هي نسخة طبق الأصل للنعجة البيضاء التي أخذنا منها الخلية الجسمية من خلية من خلايا الثدي. إذن هذه هي الطريقة الثانية للاستنساخ. أعيد قراءة ما تم شرحه. يعتمد هذا الاستنساخ على أخذ خلية من خلايا جسم حيوان يتم دمجها مع بويضة حيوان آخر بدون نواة. تزرع الخلية المحصل عليها داخل رحم حيوان ثالث، فيكون المولود حيوانا يشبه الحيوان الذي أخذت منه الخلية مثال النعجة ظلي. الآن بهذا نكون قد أنهينا الدرس، وسنبدأ في بعض التمارين التطبيقية لفهم فقرات هذا الدرس. إذن مع التمرين الأول، إذن أرجو أن تركزوا معي جيدا حتى تفهموا كيفية الإجابة عن مثل هذه التمارين. إذن يقول التمرين: الدلطونية مرض وراثي ينتج عنه عدم القدرة على التمييز بين الألوان. سبق لنا ورأينا مرض الدلطونية. للكشف عن بعض نقائص أو عن بعض خصائص المورثة المسؤولة عن المرض، نقترح عليك شجرة العائلة التالية. علما أن المورثة المسؤولة عن المرض تتوفر على حليلين: حليل الدي ماجيسكول غير ممرض وحليل دي مينيسكول ممرض. حدد معللا إجابتك الحليل السائد والحليل المتنحي. إذن هذه شجرة النسب. الأفراد المصابون بالمرض هما رقم واحد رقم اثنان ورقم رقم اثنان من الجيل الثاني ورقم واحد من الجيل الثالث. السؤال أو المطلوب هو تحديد الحليل السائد والحليل المتنحي.
لدينا هذا الفرد المريض يتوفر على حليلين، هما حليلين غير ممرضين دي دي. إذن فالحليل الغير الممرض هو حليل سائد، والحليل الممرض هو حليل متنحي، لأن المرض لا يظهر إلا عندما تكون لدينا نسختان من الحليل الممرض، وهذه هي خاصية الحليل المتنحي. إذن نقول بأن الحليل السائد هو الـD، والحليل المتنحي هو الـD مينيسكول، لأن المرض لا يظهر إلا إذا كان الحليل الـD ممثلا بنسختين مثل ما هو الحال عند الفرد رقم واحد من الجيل الأول. سؤال ثاني، حدد على شجرة النسب التمثيل الصبغي لكل فرد. إذن هؤلاء الأفراد المطلوب منا أن نحدد تمثيلهم الصبغي. سنبدأ بالأفراد المريضة. إذن رقم 2 ورقم 1 من الجيل الثالث بطبيعة الحال لهما نفس التمثيل الصبغي الذي لدى الفرد رقم 1 لأنهما مريضين. إذن لدينا الدي مينيسكول دي مينيسكول، وعفوا بالنسبة كذلك الفرد رقم 2 من الجيل الأول، لماذا لديه الحليل ممرض وحليل غير ممرض؟ إذن لأنه يظهر أنه سليم، والفرد رقم 2 لديه حليلين ممرضين، بمعنى أنه يرث أحد الحليلين من الأب ويرث الحليل الثاني من الأم، وهكذا نفهم لماذا هذا الشخص لديه حليل سليم وحليل ممرض. بالنسبة نفس الشيء بالنسبة للفرد رقم 3، فهو كذلك له لأنه يظهر أنه سليم، ولكن له ابن مريض، وبالتالي فالفرد رقم 3 وهذا الفرد لهما حليلان، أحدهما ممرض والآخر سليم. بالنسبة للفرد رقم 1 هنا كذلك يظهر أنه سليم، بمعنى أنه سيرث حليلا سليما أو ممرضا من الأب، وسيرث حليلا سليما من الأم. إذا الفرد رقم 1 مريض بمعنى له حليلين ممرضين، هذا الفرد كذلك له حليل سليم وحليل ممرض، لماذا؟ لأن هذا الابن سيرث حليلا ممرضا من الأم أو من الأب، وحليل ممرض من الأم. بالنسبة للفرد السليم رقم 2 سيكون لديه إمكانيتان، يا إما يرث الحليل السليم من الأب والحليل السليم من الأم، أو يرث الحليل السليم من أحدهما والحليل المريض من الآخر. بالنسبة لي بقي لنا هذا الفرد الذي لا نعرف كذلك تمثيله الصبغي. إذن هذا الفرد يظهر أنه سليم، إذن يا إما يكون يحمل الحليلين السليمين معا، أو حليل سليم وحليل ممرض. إذن هناك إمكانيتان، دي دي ماجيسكول أو دي ماجيسكول دي مينيسكول. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث، تريد الإبن رقم 1 من الجيل الثاني، الإبن رقم 1 من الجيل الثاني إنجاب طفل وتخشى أن يكون مصابا بالمرض، حدد احتمالات ولادة الطفل المصاب لدى هذه الإبنة. إذا الإبنة رقم 1 تريد إنجاب طفل، هنا يتعلق الأمر بالأب. إذا كان الأب يحمل الحليلين السليمين فإن احتمال ولادة طفل مريض هو 0%. لماذا؟ لأنه يمكن فقط أن يرث الإبن الحليل الممرض من الأم فقط، أما الأب إذا كان يحمل حليلين سليمين ليست هناك إمكانية لإراثة حليل ممرض منه.
بالنسبة لي الاحتمال الثاني هي إذا كان الأب يحمل حليلا ممرضا وحليلا سليما، هنا يمكن هناك احتمال 25% أن يكون الابن مريضا. إذا الجواب هو كالتالي: إذا كان الزوج يحمل الحليلين دي دي بالنسبة لهذه المورثة فإن احتمال إنجاب طفل مصاب منعدم تماما. أما إذا كان الزوج يحمل الحليلين دي كبيرة والدي صغيرة فإن احتمال إنجاب طفل مصاب هو 25%. نمر أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات إلى التمرين الثاني من هذه التمارين التقويمية. يقول التمرين: يتم تحديد جنس المولود ابتداء من الشهر الثالث عند تكون أعضاء تناسلية. إذا الأعضاء التناسلية لا تتكون إلا ابتداء من الشهر الثالث من الحمل. حاليا يمكن الكشف عن جنس المولود من الأسابيع الأولى للحمل بواسطة تحليل صبغي لخلايا الجنين داخل الرحم. قررت سيدة استعمال هذه التقنية لمعرفة جنس جنينها، فاتجهت أو توجهت للطبيبة التي قامت بأخذ عينات من السائل السلوي. السائل السلوي هو هذا السائل الذي يسبح فيه الطفل أو الجنين من رحمها، وبعد تحليلها تبين وقامت بتحليلها تبين الوثائق أسفله طريقة الحصول على السائل السلوي، هذه هي الطريقة والنتائج التي حصلت عليها الطبيبة بعد التحليل الصبغي. إذن هذه هي النتائج التي تم الحصول عليها ممثلة في الخريطة الصبغية للجنين. سؤال أول: ما هو جنس المولود المنتظر؟ علل جوابك. إذا لتحديد الجنس نقوم بقراءة الخريطة الصبغية. إذا الخريطة الصبغية لدينا 22 زوجا من الصبغيات بالإضافة إلى الزوج إكس إيغريك. إذا إكس إيغريك بما أن لدينا الصبغي الجنسي إكس إيغريك، إذا مباشرة الجنس هو ذكر، لأن الذكر هو الذي يحمل الصبغي إيغريك بينما تحمل الأنثى إكس إكس. ثم السؤال الثاني: هل هناك مشكل في الخريطة الصبغية لهذا الجنين؟ ما هو اسم المرض الناتج عن هذا المشكل؟ هل هذا المرض مرض وراثي؟ إذا لكي نجيب عن السؤال نقوم بملاحظة الخريطة الصبغية بشكل دقيق. إذا نبدأ بالزوج رقم واحد ثم هذا السطر، إذا ليس هناك إشكال، دائما لدينا زوجان من الصبغيات. ثم السطر الثاني، دائما زوجين من الصبغيات. السطر الثالث نفس الشيء. هنا بالنسبة لهذا السطر نلاحظ بأن هذا الزوج الصبغي رقم 21 يمثل بثلاثة صبغيات عوضة ممثل بثلاث صبغيات عوضة اثنان. إذن هذا هو المشكل الموجود في هذه الخريطة الصبغية. الشذوذ الموجود في الخريطة الصبغية لهذا الجنين هو أن الصبغي رقم 21 عبارة عن ثلاث صبغيات عوض اثنان. هذا المرض يسمى بثلاثي الصبغي 21 وهو مرض غير وراثي. نمر إلى التمرين الثالث بعجالة. التمرين الثالث: من بين الصفات الوراثية البسيطة التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء صفة القدرة على تني اللسان، والتي تتحكم فيها مورثات ذات حليلين أو مورثة ذات حليلين. حليل أ متنحي يعطي صفة عدم القدرة على تني اللسان، وحليل أ سائد يعطي القدرة أو صفة القدرة على تني اللسان. حدد النمط الوراثي لكل فرد. إذن لدينا هنا بالنسبة هذا الفرد فهو له صفة القدرة على تني اللسان، والفرد رقم واحد كذلك له هذه الصفة، نفس الشيء بالنسبة رقم ثلاثة ونفس الشيء بالنسبة رقم اثنان من الجيل الثالث. قلنا بأن الحليل A ماجيسكول هو الذي يعطي هذه الصفة. إذن عندما يكون الشخص له
هذه الصفة فهو يتوفر على الحليل A ماجيسكول. إذن بالنسبة للفرد رقم واحد فهو له النمط الوراثي A ماجيسكول و A مينيسكول. لماذا؟ لأن رقم اثنان هنا له A بمعنى سيرث أحد الصبغيين من الأب والآخر من الأم. ثم بالنسبة لرقم ثلاثة كذلك يمكن أن يكون له صبغيين أو نمط وراثي A ماجيسكول A ماجيسكول أو نمط وراثي A ماجيسكول A مينيسكول. بالنسبة للأفراد الذين ليست لهم صفة القدرة على تنين اللسان فلهم نفس النمط الوراثي للفرد رقم اثنان. إذا لاحظوا معي رقم واحد نفس النمط الوراثي لرقم اثنان، نفس الشيء بالنسبة لهذا الفرد، ونفس الشيء بالنسبة للفرد رقم واحد كذلك له نفس النمط الوراثي لأن له صفة عدم القدرة على تني اللسان. بالنسبة رقم ثلاثة هناك احتمالين، وبالنسبة رقم اثنان كذلك هناك احتمالين. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، حدد الابن غير الشرعي في هذه العائلة. لاحظوا معي بالنسبة لهذه الأسرة الزوج رقم واحد من الجيل الثاني مع الزوجة لهما نمط الوراثي A مينيسكول A مينيسكول، نفس الشيء بالنسبة للزوجة. بينما إذا هذا الابن يرث حليل من متنحي من الأب وحليل متنحي من الأم، إذا نمطه الوراثي طبيعي ومقبول. بينما بالنسبة للفرد رقم اثنان قلنا أن نمطه الوراثي يمكن أن يكون A ماجيسكول A ماجيسكول أو نسخة من الحليل السائد ونسخة من الحليل الممرض، عفوا من من صفة عدم القدرة على تني اللسان. السؤال المطروح هو من أين حصل هذا الفرد على هذا الحليل السائد الذي هو يمثل صفة القدرة على تني اللسان، وبالتالي نستنتج بأن هذا الفرد هو ابن غير شرعي لهذه العائلة. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم هذا الدرس بشكل جيد، وحظ موفق في مسيرتكم الدراسية، وشكرا جزيلا على حسن التتبع، والسلام عليكم.